اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. لاول مره اليابان تنفتح على مشروع غربي غير امريكي. هذه ملاحظه اولى في السلوك الياباني، وايضا لان الامريكيين يمنعون عن اليابانيين لانهم منتجو التكنولوجيا الى جانب اسرائيل. البلدان لابد أن يرجع إلى واشنطن من أجل أي اتفاقية على وجه التحديد تكنولوجية أو متقدمة تكنولوجية. إذا أمامنا أولا اليابان التي خرجت عن طوع أمريكا ودخلت في تفاهمات والآن انتهت إلى اتفاقية. هذه الاتفاقية من جهة تنافس الاف 35. لدينا تايم باست الان مع الاف اكس اليابانيه، وفي هذا التحول الجديد فان هناك ما سمي بالجيل السادس، العمل على جيل سادس يتجاوز الاف 35 ينافسها ويتجاوزها. وهكذا فان البريطاني اليوم يريد التفوق أمام ما يحدث الآن مع روسيا، فبريطانيا لا تطلب سوى التفوق ولا يمكن بأي حال اللجوء إلى نفس التأطيرات التي يعمل عليها الأمريكيين، براغماتي جدا والذي يخسر بعدها الكثير. إذا بالنسبة لبريطانيا وأمام بعد الاستراتيجي، لأنها أساسا هي أب هذا النظام، إن لم نقل أنها أصل هذا النظام الجديد القريب من أن يعلن الآن نهايته. ليس نهاية النظام الغربي، إنما نهاية الهيمنة الغربية بلغة دقيقة لأكثر المفكرين وأيضا للساسة الغربيين. إذن لدينا توني بلير الذي صرح بهذه الملاحظة، أي أن الأمر يتعلق باقتراب نهاية الهيمنة الغربية. إذا بريطانيا تعتقد أن الأمر على وشك النهاية، وبالتالي فلا بد من التدخل وبشكل كبير وبشكل استراتيجي حاسم. لذلك قد اختارت توجها جديدا بكسر هذا الوضع. لماذا؟ كيف يستطيع البريطاني كسر هذه المعادلة؟ لأن الأمريكي كسر في وقت سابق معادلة انتهت أخيرا مع أستراليا باتفاقية نووية على صعيد الغواصات النووية وأزمتها كما هو معلوم مع فرنسا. الآن قبل أن يهمش الأمريكيون البريطانيين، البريطانيون قفزوا باتجاه هذه الاتفاقية. إذا اتفاقية شديدة الأهمية، لأن من كسر مع أستراليا سيكسر مع اليابان والكل في حقل واحد. نحن نتحدث عن الهادي الآسيوي أو عن الفضاء الآسيوي عموما، وهذه الترتيبات التي يعمل عليها تماما البريطاني، لأنه ينظر إلى محور أستراليا اليابان كجزء لا يتجزأ من الناتو الآسيوي. إذا هناك تبرير منطقي واضح للعملية التي تقوم بها الآن بريطانيا. إذا بريطانيا لديها البنية التحتية التي يمكن أن تسير مثل هذه المشاريع من جهة، وأيضا العمل بشكل دقيق إلى جانب الناتو الآسيوي وهكذا. فاليابان وأيضا أستراليا خلق معادلة أخرى. إذا هذه نقطة مركزية وأساسية جدا لا بد من ذكرها. إذا أمامنا تامبست وأمامنا الأف إكس اليابانية للجيل السادس. ما الذي حدث؟ وأن تركيا كانت ترغب وبريطانيا إلى جانبها في جعل أن تكون هناك معادلة جديدة بين تركيا، بريطانيا واليابان. هنا تدخل مجلس الأمن القومي الأمريكي ليعلن أن هذا تهديد لأمريكا، يعني أن بريطانيا تهدد تماما أمريكا وهيمنتها.
بإضافة تركيا إلى المشروع الياباني. هناك أساساً مشروع ياباني، راجعوا الفيديوهات، هناك مشروع ياباني موقع ما بين كل من طوكيو وأنقرة، والآن فيه أيضاً مشروع ما بين بريطانيا وما بين اليابان بخصوص هذه الطائرة للجيل السادس. فلماذا تحديداً عدم دمج الاتفاقيتين؟ أمريكا لا تريد وتحت أي مبرر إدماج الاتفاقيتين، وهكذا يمكن الوصول إلى صعوبات شديدة بنيوية بطبيعة الحال. يمكن اليوم القول معها أن مشروع تامبست FX هو مشروع مخول أن يكون إلى جانب تركيا، وأن هذا الوضع هو وضع متأزم للغاية وإلى أبعد حد. ولذلك بالتقديرات الجارية اليوم، تقديرات دقيقة للغاية وصعبة، وأهم من كل ذلك أن اليابان على صعيد التكنولوجيا الطيران عموما، وأمام كما ذكر الاتفاقية التي تجمع كل من أنقرة واليابان وأيضا كوريا الجنوبية، فالوضع العام الآن هو وضع يريد أن يختصر إلى أبعد مدى أن الاتفاقية بخصوص المشروع التركي من جاء هذا المشروع الذي يريد أن يبني طائرة من الجيل الخامس، وفي واقع الأمر فهو يريد أن يتجاوز الجيل الخامس، لكنه هو بعد أن أبعد وعلقت عضويته في مشروع الآف 35 كان ضروريا أن تكون له طائرة. وبعد الذي حدث مع الآف 16 مع الكونغرس أصبح الوضع أدق بشكل كبير جدا، وأصبحت الحرب الأمريكية على تركيا لا يمكن تقبلها، لأن الكونغرس عندما يحاجج ويرفض ويشترط 4 شروط من أجل إتمام الصفقة، فهذا يعني مباشرة أن تركيا عليها أن تعلم أنها غير مقبولة لا في الآف 35 ولا في الآف 16 ولا في أي شيء يتعلق بأمريكا. إذن هناك طلاق حقيقي للمصالح، طلاق حقيقي على صعيد التعاون ما بين أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن جميع التحرشات التي تقودها الآن الآف 35 إلى جانب الباتريوت في القواعد اليونانية وتحريك الدبابات على الحدود التركية، كل هذا يزيد الأمر سوءا. فما المانع بالنسبة لبريطانيا للتعامل مع مثل هذا الوضع، وضع مأزوم حقيقي بين أنقرة وبين واشنطن؟ فأنقرة همشت واشنطن وقربت إليها لندن، ولندن أيضا لديها قاعدتين بريطانيتين في شمال وجنوب قبرص، لذلك فبريطانيا هي الأقرب في التعاطي مع حل القبرصي، أيضا مع الممر ممر الحبوب الأوكراني، وأيضا بالتسويات التي يمكن أن تكون صفقات بين شرق المتوسط والقضية القبرصية والقضية الأوكرانية. إذا بالنسبة لشرق المتوسط والبحر الأسود، وهذه الصفقات المحتملة بين لندن وأنقرة تخاف منها واشنطن لأنها قد تغير الخارطة. في كل الأحوال فإن ما يجري الآن هو إعلان بايدن عن طريق مجلس أمنه القومي بأن ما قد يحدث في حال إدماج تركيا داخل هذا المشروع، مشروع الطائرة الجيل السادس، سيكون له ما بعده، وهذا الذي يجعل من أمريكا اليوم تواجه تركيا، لأن تركيا خرجت بشكل شبه كامل عن السيطرة والهيمنة وأيضا عن كل ما سمي بالخرائط والخطوط الحمر لهذه الخرائط بالنسبة لواشنطن. السعودية نفسها وتجاوزت الخطوط الحمر السابقة وصنعت لنفسها ولأمريكا خطوط أخرى يريد أن يرسمها بايدن، لكن هناك دائما تبادل مصالح.
أيضا أردوغان الذي جعل فلسفة تبادل المصالح مع أمريكا رغم أنه في الناتو جزءا من التكتيك الذي يمارسه الآن الجميع. لذلك فمثل هذه العملية للمطابقة هي نفسها التي يرفضها محمد بن سلمان، رفضها محمد بن زايد في قضية تبادل السفراء قريبا مع إيران، ورفض أن تكون الإمارات محورا ضد إيران في محور إسرائيلي أو أيا كان إقليميا ضد إيران. معنى ذلك أن كل القادة الآن لديهم هذا الهامش الواضح من المناورة لحماية مصالح بلدانهم. وأردوغان الذي أراد دائما أن يكون مع الآخرين شريكا وفي نفس الوقت لا يمس بأي حال أمنه وأمن مصالحه، وأهم من كل هذا أن هذا على الأقل استنتاج أصبح شاملا الشرق الأوسط. والدليل وما قاله مجلس الأمن القومي الأمريكي في عبارة شديدة الأهمية أن الكل يسعى إلى تبادل المصالح مع أمريكا، يعني أن المنطقة الآن في الشرق الأوسط لا تسعى إلى أن تنفذ خطط أمريكية مع مصالحها. الأمر يتعلق بتبادل المصالح ما بين السعودية مثلا ونظام بايدن وأيضا بالنسبة لأردوغان وبايدن إلى آخر. معنى ذلك أن الأمور أصبحت واضحة ولا غبار عليها في شأن القيادة والدفاع عن مستويات حرجة من المصالح العليا الاستراتيجية لكل البلدان. هذا الذي يجب أن ينتبه له الأمريكي، لأن استيقاظ الشعوب أو يقظتها على وجه صحيح أخذ بعدا وعقلانية أكبر مما سلف. نضيف إلى ذلك أن التهديد الذي يباشره الآن على الأقل الرئيس الأمريكي هو تهديد أجوف لسبب بسيط، لأن العملية في جزء منها سيكون إلى جانب اليابانيين والجزء الآخر إلى جانب البريطانيين دون حالة الإدماج في مشروع واحد. وهنا يطرح سؤال مباشر: أليس الأولى أن تنقل جميع التقنيات للأطراف الثلاثة للوصول إلى مثل هذه المعادلة؟ هذا الذي يقترحه على الأقل أردوغان وهو يباشر قضية التامبست أف إكس، يعني أننا نتحدث عن أولا عن شريكين، الشريك الأول البريطاني هو عن الشريك الأول البريطاني، والأمر يتعلق بالBAA Systems. ومن الاتجاه الآخر لدينا ميتسوبيشي هيفي أندستريز، يعني هذه الصناعات الثقيلة لميتسوبيشي، وفي الشركتين وأمام البروتوكول المنجز بينهما، فإن إضافة كل من الشركتين التركيتين، ويمكن أن تكون شركة تجمع التروست أو الهولدينج، وهذا مستقبلا قد يكون بين أسلسان وما بين غيرها خصوصا روكستان، فإمكانية التعاطي مع هولدينج جديد تروست جديد بطريقة مختلفة قد يكون له ما بعده. بمعنى أن ميتسوبيشي مثلا هيفي أندستريز تختلف على مثلا على ولكن تبقى ميتسوبيشي. الأمر هنا أيضا يمكن أن يتحول مستقبلا إلى نفس هذه الرؤية دون تعداد الأسماء إنما تعداد الاختصاص، وفي هذه الحالة فإن هذا التجميع قد يكون له ما بعده كي لا تكون أكثر من شركة واحدة تركية في هذا المجال، وهذا هو المطلوب الآن. وأمريكا تسعى إلى عرقلة كل شيء، بل واعتبار ما يحدث الآن إعلان حرب، وهذا ما لم يصله أبدا بايدن ولو مع روسيا، إذ لم يعلن الحرب، لكنه في هذه الحالة يعلن الحرب أمام تجاوز بريطانيا الجيل الخامس على F-35 إلى جيل سادس. اليابانيين أيضا في مواجهتهم للصين يريدون سقفا تكنولوجيا
يوازي إن لم يتجاوز الصين، وتركيا أيضا تسعى لذلك، وهذه إحدى مشاريعها خصوصا مع قيادة أردوغان. كل هذا يسهر على الوصول إلى آفاق أخرى لا يرتضيها بأي حال بايدن، لأن هذا يهمش دور أمريكا بشكل أكبر ويعزز شرق المتوسط مع البحر الأسود عموما، ما يسمى بالأبيض أسود، وأيضا بالنسبة للناتو الآسيوي. وإن كان الناتو الآسيوي يجر إليه تركيا اليوم، فغدا قد تصبح الأوضاع شديدة الاستقطاب ويبعد دور أمريكا، وهذه لا يريدها بأي حال بايدن في هذه المرحلة الدقيقة على وجه التحديد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.